أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرسل فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية، ونبدأ مع أهم العناوين. نقرأ في موقع الهيانات: ناشطون يؤكدون أن السلطات الإيرانية عدمت 19 من معتقلي المظاهرات الأخيرة. وفي الميدان الطالع: مفوضية الانتخابات لم تحاسب أحزابا مولت حملاتها من المال العام. ونطالع في موقع كتابات: مسلحون يختطفون نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية. صفحة في الجزيرة نت: انذار أممي يدلم على موعد مع الجحيم. ونقرأ في العربي الجديد: مقتل صالح الصماد رئيس سلطة الحوثيين وزعيم الجناح القبلي بالجماعة. ونطالع في القدس العربي: ترامب يدعو دول الخليج إلى نشر قوات ودفع مزيد من الأموال في سوريا. وأخيرا وليس آخرا، نقرأ في الحياة: ترامب يحذر طهران من الاستئناف النووي، وماكرون يأمل باتفاق جديد لا بديل لا بتعديل. أهلا بكم. وهناك مبادرة غريبة بعض الشيء بالنسبة إلى عالمنا العربي، يتم الإعلان عنها بإلحاح على صفحات التواصل الاجتماعي منذ أشهر. عنوان المبادرة: شهر التضامن مع العراق. سيتم إطلاق المبادرة مساء الخميس المقبل في جامعة لندن. تستحق المبادرة الاهتمام لأنها تثير العديد من الأسئلة المرتبطة بماضي العراق، العقود الأخيرة طبعا منه، خاصة مرحلة ثلثي الغزو وحاضره، وفي سيرورة في عملية الاحتلال، سيرورة عملية الاحتلال السياسية وما تمخض عنها ومستقبلها في ظل ما أسسته الطائفية والفساد المستشري والصراع الإثني وانعكاساتها على بنية المجتمع المنهك جراء الحروب والاحتلال. فلماذا مبادرة شهر التضامن مع العراق وكيف ستكون؟ الكاتبة هيفاء الزنقاني توضح في مقال في صحيفة القدس العربي عن شهر التضامن مع العراق. اليوم بعد مرور 15 عاماً على الغزو والاحتلال، لا تزال آثار الحرب العدوانية بقيادة الولايات المتحدة على الشعب العراقي مستمرة، مسببة معاناة لا نهاية لها. بينما أصبحت حرباً منسية في دائرة الدمار والعنف الذي ابتلت به بلدان المنطقة. وجواباً على لماذا شهر التضامن، ليبقى العراق في ذاكرتنا قضية في غاية الأهمية لملايين الضحايا الذين يستحقون العدالة، وضروري أيضاً لاستعادة المبادئ الأساسية للسلام والاحترام المتبادل بين الأمم باعتبارها أساس القيم الإنسانية المشتركة لضمان مستقبل خال من كوارث الحرب. إنه للتذكير بجرائم الاحتلال في تهديم دولة وتفكيك مجتمع واستهداف ثقافة شعب، كي لا تتكرر الجريمة أبداً. تؤكد الدعوة على أن الشهر ليس للتذكير بجريمة استهداف شعب ودولة فقط، بل أيضاً للاحتفاء بتاريخ العراق ومقاومة الشعب العراقي المتعددة المستويات، وطموح العراقيين في تحقيق السلام المبني على المساواة والعدالة. هذه هي أهداف إطلاق مبادرة شهر التضامن مع العراق، وهي أهداف أثبتت سنوات الاحتلال مدى الحاجة إليها بعيداً عن المنفعة السياسية الآنية الظاهرة والمبطنة. الملاحظ في الأعوام الأخيرة: غياب أصوات ناشطين مخضرمين ضد الحصار والحرب من العراقيين وغير العراقيين، غيبها الموت أو الإرهاق أو خيبة الأمل أو إصابتهم هم بالطائفية. غابت أيضا أصوات مهللين للغزو باعتباره تحريرا، مصرحين بأنهم أصيبوا بخيبة أمل. لماذا؟ لأن من قاموا بتزكيتهم لم يثبتوا صلاحيتهم للوظيفة المكلة إليهم.
عبر الاحتلال طبعا، متعامين عن فشلهم الذريع في رؤية العراقيين كعراقيين وليس وفق التقسيم الطائفي العرقي، مما ساهم في تهيئة الأرضية لتفتيت البلد. لا تنتخب الذي تبنى في خطاباته على الوتر الطائفي والمذهبي والإثني والجهوي، لا تصدق به إذا كان يغلف تعصبه بكلمات منمقة وطنية وهو في حقيقة الأمر سجال مذهبي طائفي يشحن النفوس ويرتدي لبوس الدين والمذهب وهما عنه براء. لا تنتخب المرشح المنافق الذي لم نسمع منه طوال السنوات السابقة غير النفاق وخرق القانون. لا تنتخب المرشح الذي يقفز من حزب إلى آخر ومن كتلة إلى أخرى وراء من يدفع له أكثر ويقول في الغرف المغلقة ما لا يقوله في العلن. ولا تنتخب المرشح الذي ارتضى لنفسه أن يكون ذيلا وتبعا لرئيس كتلته يدافع عن الباطل ولا يقول الحقيقة. لا تنتخب بحسب ما قال في صحيفة الزمان العراقي للكاتب شاكر كريم عبد وجاء فيه: لا تنتخب المرشحين الذين يسنون قوانين لصالحهم خلف الكواليس قبيل انتهاء فترة عملهم في المجلس دون أن يعرف به أحد وبعيدا عن أعين الإعلام، مثل قانون اتحاد البرلمانيين الجديد الذي يدور القمامات منذ مجلس الحكم. هذا التشكيل السياسي والإداري السيء والخطير، وإلى هذا المجلس العقيم الذي لم يشرع قانونا واحدا يدخل في صالح المواطن العراقي. ولا تنتخب المرشح الذي يرفض مساءلة وزير أو مسؤول لأنه من حزبه أو مذهبه أو قوميته أو من محافظته، فالدماء كلها حمر، ومن يدخلها في تصنيفات اللون يساهم في شق المجتمع والوحدة الوطنية. لا تنتخب من جعلوا مستشفياتنا بلا دواء والأمراض السرطانية وغيرها التي أكلت أعدادا كثيرة من أبناء شعبنا وأبكتهم من الألم ومن فاقة العوز والفقر، وهم يتطببون ويجملون وجوههم الكالحة ومؤخراتهم على حساب البرلمان الهزيل وفي المستشفيات العالمية. ولا تنتخب من نشر التخلف والجهل والطائفية والمحسوبية والمنسوبية بيننا وحولوا مؤسسات الدولة مرتعا للمرتشين والفاسدين. كفانا حقل تجارب بعد اليوم، بعد أن قدمنا قرابين من الشهداء والجرحى وملايين من الأرامل والأيتام والمعذبين والمهجرين والمشردين، إضافة إلى إفراغ خزينة البلاد والعباد في جيوب الفاسدين الذين يحاولون تدوير أنفسهم مرة أخرى من جديد بعد أن أخذوا حصتهم الكافية طوال 15 عاما من الفشل والتدمير والخراب والقتل والتهجير. ما دام المزاج الشعبي ذاهب لمعاقبتهم وعليه لا تلوثوا أصابعكم فقط ادعاء بالوطنية دون التفكير بمستقبل وطننا وأطفالنا جميعا. قد يبدو قسم الولاء للحزب والزعيم تقليدا شكليا في المرحلة الأولى لكنه ضروري، والقسم يتم أمام شهود عشائريين ورجال دين وقد تترتب عليه اعتبارات، منها هدر الدم عشائريا فيما لو نكث المرشح بقسمه. والكثير من المرشحين ذهبوا برفقة زعمائهم إلى مرقد العباس بن علي في كربلاء كتقليد عراقي على تغليظ القسم الذي قد يتم أحيانا ببصمة من دم المرشح. والمرحلة الأخرى من إجراءات التحقق من الولاء طبعا تتم بتوقيع المرشح على استقالة مكتوبة من البرلمان من دون تأريخ، ويمكن للزعيم تقديمها في حال نكوث المرشح الفائز على قائمته. كما أن بعض الالتزامات تذهب إلى تقديم المرشح الجديد شيكات مصرفية من دون رصيد إلى زعيم الكتلة أو رهن منزل سكنه، وقد يصل الأمر إلى ما هو أبعد وأكثر غرابة في العراق بحسب الكاتب مشرق عباس في الحياة اللندنية. في مناسبات مختلفة كان على نواب دفع مبالغ مالية لزعماء كتلهم للسماح لهم بالانشقاق الودي أو للحصول على الوثائق التي سلموها وقت ترشحهم،
وأحياناً يستعين بعض النواب بطريقة الكتلة الغالبة، حيث تقوم كتلته الجديدة بفرض انتقاله إليها سواء بصفقة تبادل نواب أو تبادل مناصب أو مصالح. يتعلق الأمر بعجز الوسط السياسي العراقي خلال تجربته بعد العام 2003 عن إنتاج بيئة حزبية رصينة تمكنه من إنتاج دماء حزبية شابة يزجها بشكل تدريجي إلى المعترك السياسي، مكتسبة خلال رحلة صعودها المزيد من الخبرة، وتجمعها مع أحزابها أفكار ومبتنيات لا تمت بصلة إلى نظرية أبصم ورشح. يتجنب البعض الالتفات إلى جوهر مشكلة النظام السياسي العراقي ومرض العملية السياسية، ابتداء من غياب الحزب ذلك الناظم والمؤسس للمبتنيات، ويتغاضى بالضرورة عن إدراك حجم الخلل الذي وصلت إليه الأحزاب العراقية التي تحدر بعضها إلى أن يكون جامعها الوحيد مع أعضائها هو وثائق ابتزاز وتهديد وقسم ولاء عشائري أو ديني، ومع جمهورها سعر بطاقة الانتخاب. التجارب الديمقراطية والانتخابية تنحت الخبرات الحزبية، وفي تجربتنا العراقية فإنها تدمرها. لنصل اليوم إلى مرحلة التفكك الحزبي شبه الشامل، بانتظار أن يكون ذلك مقدمة لإنتاج أحزاب جديدة برؤية جديدة على أنقاض تجربة أحزاب فشلت. ولائم المرشحين تنعكس سلبا على فقراء العراق، هكذا ورد في تقرير لصحيفة العربي الجديد كتبته ميمون الباسل، حيث تقام العديد من الولائم في العراق يوميا ما بين 70 إلى 25 وليمة في المحافظة الواحدة، وينحر في بعضها أكثر من 100 رأس من الماشية لصالح مرشحي الانتخابات، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم وأثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للفقراء في البلاد. طبعا ويعمد مرشحون إلى إقامة الولائم في المناطق الريفية والمدن على حد سواء ضمن أساليب ترغيب المواطنين لحضور مؤتمراتهم الانتخابية والاستماع إليهم، إذ عادة ما تكون الوليمة بعد خطاب أو حديث المرشح. وشهدت مدن عراقية عدة ارتفاعاً في أسعار الأغنام والعجول، خاصة في بغداد والبصرة والأنبار، بشكل انعكس سلبا على قدرة المواطنين في شراء اللحوم مع اقتراب شهر رمضان. وارتفعت أسعار الأغنام إلى 300 ألف دينار نحو 250 دولارا، والعجول إلى نحو 1,000,000 دينار نحو 800 دولار. ويباع كيلو اللحم في الأسواق منذ أيام بسعر 15 ألف دينار نحو 13 دولارا، بعدما كان بسعر 11 أو 12 ألف دينار. ويعزو أصحاب محلات الجزارة ومربو الماشية ذلك إلى الطلب المتزايد على الماشية بسبب الولائم التي يقيمها سياسيون. في السياق يقول صاحب حميد، وهو أحد مربي الماشية في البصرة للعربي الجديد، إن أغنامه تنفد بفعل ارتفاع إقبال المرشحين على شرائها يومياً، وهذا ما دفعني إلى رفع أسعارها. وتضيف الصحيفة شيوخ ووجهاء القبائل يتنافسون على استضافة المرشحين في ديوانهم الخاص ومنحهم الوعود بانتخابهم وحث الناخبين على ذلك، ما يدفع المرشحين إلى إقامة الولائم لعقد الصفقات الانتخابية، خاصة أن الكثير من القوائم الانتخابية تنفق مئات الآلاف من الدولارات على دعاياتها الانتخابية. النظام الإيراني ومعه وكلاءه العراقيون واللبنانيون والسوريون واليمنيون ظل العشرات من السنين يهتف الموت لإسرائيل دون أن يفعل أحد من كل هؤلاء فعل حقيقي لتحرير فلسطين ورمي إسرائيل في البحر، هكذا يرى الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال لصحيفة العرب اللندنية. لكي نقتنع بأن هذا ما يريده الإسرائيليون والأمريكان والإيرانيون صدقا وواقعا، يتوجب علينا أن نطرح ثلاثة أسئلة
الأول، هل حقاً تستطيع إيران وإسرائيل تحمل الكلفة العسكرية والبشرية والاقتصادية والسياسية لحرب مصيرية من هذا النوع وبهذه الشمولية وفي هذا الوقت بالذات؟ والثاني، أين ستقف روسيا والصين وديكتاتوريات وإقطاعيات أخرى دولية وإقليمية تقضي مصالحها بمناصرة من يحارب أمريكا وإسرائيل حتى لو كان الشيطان نفسه على قاعدة عدو حبيبي أيضا؟ والثالث، هل صحيح أن حاجة إسرائيل وأمريكا وحليفاتهما الأوروبيات قد انتفت لوجود إيراني من هذا النوع لتمزيق الأرض وأهلها في المنطقة بفوضويته وتهديداته وحروبه وتدخلاته العدوانية المتواصلة، وصار مقبولا لديها أن تتخفف الأمة العربية من أعباء الوجود الإيراني الطائفي الإرهابي الثقيل الذي أنقض ظهرها واستنزف وما زال يستنزف ثرواتها وطاقاتها وجيوشها؟ ويضيف الكاتب: والخلاصة التي نبشر بها زملائنا الكتاب والمحللين الذين أكدوا وقوع الحرب أن وقوع الحرب وشيكا بين الإيرانيين واليهود هي أنها لن تقع على الأقل من الآن وحتى العام 2043، فاستريحوا. عن الشهيد فادي البطش ودلالات الاغتيال، كتب ياسر الزعاترة مقالا في صحيفة العرب القطرية: فطوال الأيام الماضية التي تلت اغتيال الشهيد فادي البطش في العاصمة الماليزية لم تتوقف الصحافة الإسرائيلية عن الكتابة عن هذا الرجل والعملية التي أودت بحياته، سواء كان في سياق من الحديث عن المهمات التي اطلع بها وقام بها وقدراته العلمية والتقنية، وعلى صعيد العملية ذاتها والتي تمت باحترافية عالية، مع أن ذلك ليس مصدر فخر لأن الرجل كان أعزل ويتحرك بكل بساطة. بوسع الصهاينة أن يحتفلوا بإنجازهم باغتيال الدكتور البطش وقبله الزواري، وقبلهما قائمة طويلة كان لحماس فلسطينياً النصيب الأغفر منها خلال الألفية الجديدة، فيما شهدت الألفية السابقة اغتيال قياديين ونشطاء من مختلف الفصائل وفي مقدمتها حركة فتح بطبيعة الحال، على أن لقضيتي الزواري والبطش سياقي يبدو مختلفاً عن سواهما، إذ تتعلقان بشخصيين لم يكونا من كوادر العمل العسكري المباشر ولا السياسي الذي يوجه العسكري. ونتحدث هنا عن اغتيالات الخارج فيما يزدحم الداخل بحشد هائل من كبار الرموز على الصعيدين السياسي والعسكري. الزواري والبطش كانا ينتميان للعمل العسكري في سياقه التطويري وليس حتى الدعم اللوجستي كحال محمود المبحوح مثلاً، ما يعني أن الصهاينة كما أكدت صحافتهم سيفعلون المستحيل لمنع المقاومة من تطوير قدراتها بأي شكل من الأشكال. الفلسطينيون يواجهون عدواً حقيراً وغاشماً وبقدرات رهيبة، وما يكسر هذا الخلل هو الإيمان الذي يقوي الإرادة، ولو بالأحرى حسمت القيادة أمرها وخياراتها في اتجاه المقاومة لكان استنزاف هذا العدو ممكناً في عقر داره حيث يتواجد عسكره ومستوطنه، وهو ما يختلف عن وضع القطاع المحاصر من البحر والبر والجو. ولكن سلاماً على فادي البطش وقبله الزواري وعلى جميع الشهداء إلى يوم الدين. حقول الألغام بالعراق حرب قديمة تترك وراءها إرثا خطيرا بحسب تقرير لصحيفة القدس العربي، فلما ضاقت سبل العيش على قرويين عراقيين اضطر
كثير منهم للتنقيب في ساحات معارك سابقة بحثاً عن معادن وأسلاك ضمن مخلفات حروب سابقة لبيعها وكسب قوتها. وقد أقدموا على ذلك فعلاً، وهم يعلمون جيداً ما فيه من مخاطر هائلة تتمثل في التعرض لألغام وذخائر لم تنفجر بعد. ونتيجة لذلك هناك كثير من الجرحى ومقتولي الأطراف في قرية تسمى جرف الملح بجنوب العراق. أصبح الناس يسمونها قرية البتران، أي مقتولي الأطراف. وفقد مئات من سكان القرية أطرافهم جراء انفجار الألغام وعبوات من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية. وكان أوائل الضحايا في الأساس من رعاة الغنم الذين يأخذون قطعانهم لترعى في مناطق غير محددة باعتبارها حقول الألغام رغم انتشار القنابل والقذائف غير المنفجرة والمنفلقة فيها. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.